شكرا. بالنسبة لسي يوسف شادي، شو نقول له؟ نقول له الدول الغربية عندما تستدعانا نحن اللي معناها اللي تونيزيان نخدموا شوية على شان الليبي، وخاصة معناها سي منصف معناها فهمي والناس منصف والناس كاتب شخصية ليبية يعني ولا من أفضل وما معناها وبالحق سي اون ريفيرونس مونديال كي يستدعانا معناها لبرا. On se rend compte qu'ils ont besoin de l'expertise tunisienne. Ils ont confiance dans notre expertise. وراهم ما يعرفوش مع الوضع الليبي كما يتصوروا، معناها فهمني راهم بالحق هم لسه يسون على ريشيرش دو دوني. اليوم تونس نجم تولي فهمني عندها ان كابيتال خارق العاده ان تقدم ان بيلون ديغنوستيك دو سكي سباس في ليبيا لكل البلدان، وتقول لهم فوالا سكي سباس، فوالا كيل سون لي مويان، هاي ليبيا معناها تيريتوريالمون وين فما مناطق نجم تتطور، وين فما مناطق لازم معناها نامنوها الى اخره. نجم نكون نحن المدخل نتاع العالم كامل في ليبيا. ياس يوسف برا امشي حل القنصليه وحل معناها الامباساد واعمل معناها فهمني معناها الهيئه معناها الهيئه معناها العليا معناها فهمني الشؤون الليبيه. علاش؟ لانه اذا احنا حلينا الجميع فون نو سويفر، ونحن باش نتحولوا الى ممثلين لكل المصالح نتاع برشا دول في ليبيا. اون دو اتر دي معناها دي افون غارديست، وفما راهو اذا معناها المساله معناها الامنيه راهو فما حلول، راهو فما ترتيبات امنيه نجم ان شاء الله كان معناها تقبلنا تو معناها نعطيك معناها فهمني كومون سا سباس ومع شكون وكيفاش وكيفاش معناها فهمني ناس قابله انها تمشي معك.